ومشاهدينا نتابع دائما كل هذه التطورات عبر سكايب من إدلب الآن، الصحفي في شبكة بلدي نيوز صالح أبو إسماعيل. صالح أهلا بك، كما حما إدلب كذلك تستهدف بغارات يبدو بأنها مستمرة، تخبرنا عن تفاصيلها؟ نعم، هناك شهيدان في إدلب في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي إثر قصف الطيران الروسي للأحياء السكنية في المدينة، وهناك عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء، ولا يزال الطيران الروسي يحلق في سماء محافظة إدلب حتى اللحظة، إذ أنه لا يفارق الأجواء منذ بشكل متواصل، إذ تقوم عدة طائرات أو تتناوب عدة طائرات على التحليق في سماء ريف إدلب ربما للاستطلاع وربما يعني هي لا تقصف في هذه الساعات، لا في هذه الساعات هي تقصف، أنت تقول بأنه هي تجول الأجواء الإدلبية، تقصف أم تستطلع؟ قصفت مدينة خان شيخون منذ حوالي 3/4 ساعة تقريبا، وما تزال إلى الآن تحلق، وأيضا هناك سقوط شهيدين مدنيين أو شهيدين من المدنيين.